نظم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة حفلا ترفيهيا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بهدف إدخال الفرحة والسرور ودمجهم بالمجتمع. تحت عنوان أهلا بالعام الجديد، اليوم حبينا نستقطب 50 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. العام الماضي كان يحمل كثير من الصعوبات، وراح نستقبل إن شاء الله عام جديد، إن شاء الله عام محبة وسعادة 2021، إن شاء الله يعم الخير والمحبة على الجميع. نشاطنا هو الاحتفال بالعام الجديد، عنا أنشطة دمج لأطفال فاقدين رعاية، يضمن الأطفال ذوي الإعاقة، ضمن فعاليات كمان، فعاليات فيها رقصات، فيها كتابة أمنيات، وفيها كمان كيف بدنا نحن نطلع من هذا الجو نحن فيه. وكل عام وانتم بألف خير. العام وانتم بخير، يا رب نكون مبسوطين، يا رب تعدي علينا كورونا، الله يعطي العافية للهلال الأحمر العربي السوري. كل عام سوريا بخير، ونشكر الهلال الأحمر العربي السوري على هذا الاحتفال. كل عام سوريا بخير. كل عام وانتم بخير، إن شاء الله السنة الجاية تكونوا بخير. كل عام وانتم بألف خير، الله يحفظ أطفال البلد، إن شاء الله ترجع بخير وسلام سوريا. وتضمن الحفل نشاطات ترفيهية إضافة إلى فقرات توعوية لحماية الطفل من فيروس كورونا، وفي نهاية الحفل تم تقديم الهدايا للأطفال. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.